في كل عام يكون لأغاني تترات المسلسلات مكانة وحضور هام جداً في مسلسلات رمضان، وربما في بعض الأحيان تساعد الأغنية على انتشار شعبية المسلسل. هذا العام تنوع للأغاني ما بين الروح الكوميدية والغناء الشعبي في حالات التجلي التي تأتي من السماء. كالعادة يقوم أكرم حسني بكتابة كلمات وغناء مقدمة مسلسله الجديد بابا جه، وقد اعتاد أكرم حسني غناء تترات مسلسلاته ودائما ما تكون بمصاحبة أبطال العمل. هذا العام يغني معه الطفلة التي تشاركه في العمل لافيانا نادر أغنية بابا جه من ألحان كريم عاشور. في بابا وفي بابي في أبويا وفي دادي، عصبي كان أو كان هادي، دوري طبطب ودادي، يا بابا أنت الهيرو. ومن وحي الدراما العائلية الخفيفة تأتي أغنية أهلا يا عصابة التي يغنيها المطرب الكبير مدحت صالح في تتر مسلسله إمبراطورية ميم، حيث هو التعاون الثاني لنفس فريق العمل المؤلف والمخرج والبطل والمطرب بعد التعاون العام الماضي في مسلسل راجعين يا هوى. أهلا يا عصابة من كلمات حليم وألحان إيهاب عبد الواحد وتوزيع نادر حمزي. هيلا بيلا قومة ميلا، يلا طول ما ايدينا في ايد بعض الدنيا امان. ولاول مره في عمل مصري تقوم الفنانه نوال الكويتيه بغناء تتر مسلسل صيد العقارب من كلمات احمد حسن رؤول والحان تامر عاشور وتوزيع احمد ابراهيم. والشيطان وسوس هزمنا، قلنا مش ممكن نبعد كيف ثواني انا بكى يما، ليه شيطاننا عمينا وسبنا الدنيا دي تلعب بينا. للمطربين الشعبيين ايضا حضور كبير في غناء تترات مسلسلات رمضان، ومن أكثر الأغاني التي تركت أثراً كبير في وجدان المتابعين تتر مسلسل مسار إجباري للمغني طارق الشيخ، والذي يشارك فريق الغناء مسار إجباري. الأغنية بعنوان مخبيلنا إيه يا دنيا من كلمات عمار مصطفى وألحان هاني أدقى. في الصدمات ما بتتوصاش، كل ما أيضا من كبار المطربين الشعبيين عبد الباسط حمودة بنسمع صوته في رمضان هذا العام من خلال تتر مسلسل المعلم بطولة مصطفى شعبان في أغنية دوارة من كلمات فضل الراوي وألحان خالد سلطان وتوزيع طه الحكيم. وعلى كتف الزمان علي، أنا غبتي وراجع بهبتي، والأصل عصري يا معلم، والأصل عصري. لا يزال الغناء الشعبي يسيطر، وواحد من أشهر المغنيين الشعبيين أحمد شيبة يغني تتر مسلسل حق عرب بطولة أحمد العوضي وأغنية ابن أبوه كلمات رضا المصري وألحان خالد سلطان وتوزيع نوار البحيري. مهما تعب في دنيته سداد تلاقي ما بين الرجال، ولا عمره يوم افترى وكلامه. أما المطرب صاحب الحنجرة المتفردة وائل الفشني يغني هذا العام تتر مسلسل بيت الرفاعي بأغنية جوه الجحور من كلمات أمار مصطفى وألحان وتوزيع مودي كامل. ولو كل اللي منك يمشينا شمال، خلف ولا تعيش بينهم وحيد رحال. ولو كل العيون ظنت فيك الظنون خليك. يأتي صوت الفشني مرة ثانية، وإن كان هذه المرة يبدو كما لو كان صادرا من وراء الجبال ومن بين الوديان في كلمات عمر الخيام التي جاءت ضمن رباعيات الخيام. وقد تولى التعديل الموسيقي الموسيقار وصنع الموسيقى التصويرية للمسلسل أمين بحافة. تصور